لا تفوت سبايدي وأصدقائه المذهلون على ديزني جونيور، لكن أولاً فلنشاهد لحظة سحرية أخرى. بيتر والعمة ماي أشرق قطتهما في عرض لقطط. بينما تمشط سأخذ جولة لأتفقد قطة العرض الأخرى. حسناً استمتعي. لكن بينما بيتر غير منتبه لها، يجب أن تكون في مكان ما. تذهب قطة بعيداً. وجدتها. بوتسي؟ لا، إنها على وشك الالتقاء بدوك أوك التي تخطط لخلق مشكلة كبيرة. أين يا كال؟ هل أنت مستعد ليكبر حجمك؟ القطة اعترضت الطريق. إني أنتظر العرض بحماس. إن قطتي المفضلة هي المخططة التي تشبه نمورة صغيرة ولطيفة. وأنت يا مايلز؟ ربما التي لديها كفوف بيضاء مثل بوتسي. جوين، مايلز، جيد أني وجدتكما. هربت بوتسي. أنا أحتاج المساعدة. بوتسي؟ واو، هل كبرت بوتسي منذ آخر مرة؟ كيف أصبحت كبيرة؟ كال، عود إلى هنا. دوك أوك، من المؤكد أنها السبب. نعم، حان وقت أرجحة سبايدي. أنت دعيه وشأنه، إن هذا روبوتي الخاص. توقف يا دوك أوك، ماذا فعلت ببوتسي؟ هذا يجب أن أمسك بكال، فلا توقفوني. لنطاردها. لن تحصلوا عليه أبداً. هيا، أراهن أن الجهاز الذي قام بتكبيرها سيعيدها صغيرة. يجب أن نأخذه منها لنعرف. لا تعافر المخلفات. عودي. تحب اللعب. سيء أننا ليس لدينا دمية كبيرة للقطط. وجدتها، يمكننا أن نصنع دمية قطط. ماذا إذا ألقيت كرة كبيرة من الشباك لإبعاد بوتسي عن الشارع والسيارات أيضا؟ هيا يا بوتسي. حسنا جوستي، إلى مخرج الطوارئ لنتأكد أن الكرة ستوجهها بعيدا عن السيارات. تعالي هنا بوتسي. بوتسي، ها هي القطة العملاقة. أمسكتها. واو، دعها يا سبايدي. لا، اتركيها أنت. لقد كسرت أداتي. هل هي كل ما تقلقين عليه؟ لا يمكن أن تبقى بوتسي هكذا. تعالي أيتها القطة، تعالي والعبي. أوه لا، بوتسي عودي. ابقي في مكانك، قادمان. لا تقلقي، سننقذك. بوتسي. بوتسي، إن كال مهم أكثر منها. حسناً، أنت تريدين كال وأنا أريد بوتسي أيضاً. ما الذي تقوله؟ ليس لدي وقت. حسناً، علينا الآن أن نتعاون معاً. إذا ساعدتك في إصلاح الجهاز يمكنك إعادة بوتسي إلى حجمها الطبيعي. عندها ستستعيدين كال بسهولة. اتفقنا؟ لا أصدق أننا سنتعاون، ولكن حسناً فلتجارني. أولا، قطعت خيوطي. وأنا أيضاً، بدون الشباك ستفقد التوازن. بوتسي، تشبثي. حسناً يا دوك أوك، سأغريها وسأنقذها. أنا قادم يا بوتسي. للتغلب على هذه المشكلة الكبيرة في النهاية، قرر فريق سبايدي ودوك أوك التعاون معاً. عندما نعمل جميعاً معاً. أمسكتها. بدلاً من العمل ضد بعضنا، فلا توجد مشكلة كبيرة أو صغيرة لا يمكننا حلها. اشتركوا لتجدوا فيديوهات أكثر، ولا تفوتوا ديزني جونيور لمشاهدة مسلسلاتكم المفضلة.